أهلا بكم في قناة كوكتيل. خطفت الممثلة المصرية رانيا يوسف الأنظار بصورها على البحر بعدما نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت مؤشر البحث بموسم مدام رانيا. وأثارت رانيا يوسف الجدل بالصورة لها على الشاطئ مرتدية المايوه أبيض مثير، وهي الصور التي تفاعل معها المغردون، وأشاد العديد بإطلالتها، وقام آخرون بانتقادها، واعتبر البعض أن رانيا يوسف تعتمد إثارة الجدل حولها بالصور المثيرة. وبعد ساعات قليلة من النشر رانيا يوسف الصور بالمايوه على الشاطئ عبر موقع التواصل الاجتماعي، حل ورسم رانيا يوسف في المركز الأول على الصفحات في مصر. كما تستعد الممثلة رانيا يوسف لبدء تصوير أول مشاهد الموسم الثاني من مسلسلها الأنسة فرح، الذي تم تحديد الشهر المقبل موعد لتصوير العمل الذي تم عرض الجزء الأول منه مطلع هذا العام على قناة MBC4، وحقق نجاحا جيدا، وتجسد فيه دور الأم الممثلة المصرية أسماء أبو يزيد. مسلسل أنسة فرح مأخوذ من مسلسل أمريكي، ومقرر عرضه في 4 أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد ومحمد الكيلاني وهبة عبد العزيز وهدى مجد وعرفة عبد الرسول وجيلان علاء ومريم الخشت ومحمد عمرو وس، وإخراج أحمد الجندي، وتستكمل العمل المخرج وائل فرج. وتنتظر رانيا يوسف عرض الموسم الثاني من المسلسل مملكة إبليس على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، وذلك بعد عرض الموسم الأول في فبراير الماضي. والعمل يشارك في بطولته إلى جانب رانيا يوسف غادة عادل وإيمان العاصي وأحمد داود وسلوى خطاب وخالد أنور وأسماء جلال ونانسي صلاح ومحمود الليسي، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.